السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلبة برايم 4، أهلا وسهلا بيكم، معكم مستر طارق سعيد. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن على الجزء اللي أنت هتمتحن عليه إن شاء الله، امتحان شهر مارس. فحبيب قلبي الجميل ركز معايا، وإن شاء الله تبقى مراجعة جميلة ومراجعة سهلة، وبإذن الله الحاجات اللي إحنا هنراجعها أو النقط المهمة اللي إحنا هنراجعها إن شاء الله من الحاجات اللي هتجيلك في الامتحان بإذن الله. طيب ابدأ معايا كده واحدة واحدة. أوكي، امشي مع بعض واحدة واحدة. بسم الله. السؤال الأولاني عندنا بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة الصح. The energy source in toy car is the، التوي كار علشان تشتغل عشان تبدأ تتحرك وتروح وتيجي لازم نركب لها باتري، لأن الباتري بيبقى فيها chemical energy، ولما التوي كار بتبدأ تتحرك أو تشتغل فتبدأ تتحول من chemical لإلكتريكال، وبعد كده الإلكتريكال تتحول لكاينتيك. يبقى انت عندك هنا the energy source in a toy car is، هتبقى battery. نمبر 2 عندي بيقول لي when you use the hand bell، hand bell اللي هو جرس الايد، لما ابدا احرك جرس الايد كده ها بنحرك الجرس عشان نسمع صوت، يبقى انت عندك هنا الكايناتيك بتتحول ل sound. فهو هنا بيقول لي when you use the hand bell، الجرس بتاع الايد، the missing energy is converted into sound energy، هتبقى kinetic energy. نمبر 3 during charging mobile phone، لما نشحن التليفون بتاعنا the missing energy is converted into missing energy that is stored in the phone battery. طيب احنا اتفقنا ان الانرجي ستورد، الطاقه اللي بتتخزن جوه الباتري بتبقى كيميكال. انا لما بشحن الموبايل بياخد الكتريسيتي، بياخد كهرباء، وبعد كده بيدخلها جوه الباتري تتحول لكيميكال. فانت عندك هنا electrical into chemical، دي الاجابه الصح بتاعتنا. نمبر 4 بيقول لي some kinetic energy is converted into missing energy due to friction of bike's tire. طيب لما يحصل friction احتكاك، okay، انت عندك الكينيتيك energy جزء منها بيتحول ل thermal، لما بعمل ايدي كده بتتحول ل thermal energy. يبقى هنا kinetic energy is converted into، هتبقى thermal energy. عندي سؤال what happens، ممكن يجي لنا يقول لك what happens if solar calculator were exposed to sunlight. السولار كالكوليتر بيبقى فيها سولار سيلز، السولار سيلز دي بتاخد السولار انرجي وتحولها لالكتريكال انرجي عشان كده الكالكوليتر تشتغل. يبقى هنقولها ازاي يا مستر؟ هقول له ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ هنقول له ان السولار انرجي از كونفرتد into electrical energy that makes the calculator work. بعد كده عندنا true or false. Number 1 بيقول لي energy can't be changed from one form to another form. هل الانرجي ما بتتحولش من شكل لشكل تاني؟ اكيد لا، يبقى false. Number 2 the produced sound energy help the hair dryer to do its function. الهير دراير اللي هو مجفف الشعر، هل الصوت اللي بيطلع منه بيجفف الشعر بتاعنا؟ اكيد لا، يبقى احنا عندنا هنا false. Number 3 curiosity is a vehicle that travels across the surface of planet Mars. Curiosity احنا قلنا عبارة عن vehicle او عبارة عن robot، الروبوت ده بيستكشف explorer يعني لمارس surface اللي هو سطح كوكب المريخ، فهنا هتبقى true. Number 4 عندنا in soap dispenser، soap dispenser اللي هو اللي عندنا في الحمامات، اوكي، بتاع الشاور مثلا ولا حاجة، potential energy is converted into kinetic energy، احنا بندوس عليه فهو بيخزن جواه potential، ولما بنسيبه بيبدا هو يتحرك لوحده، فاكيد هتبقى true. بعد كده بيقول لي look at the following figures then complete the following sentences. عندنا هنا figure 1 اللي هو الباتري، figure 2 flash light. Number 1 بيقول لي figure 1 converts missing energy into missing energy. طيب هنا ده بيبقى جواه chemicals، مواد كيميائية، لما بيدخل جوه الديفايس الجهاز بتتحول ل electrical energy. يبقى انت عندك figure 1 converts، هتبقى هنا chemical
changes into electrical. Number two, بيقول لي figure two, الشكل الثاني اللي هو الفلاش لايت بتاعنا, converts missing energy into missing energy and missing energy. الفلاش لايت لما بيدخل فيه الباتري, الباتري بتتحول من chemical لإلكتريكال, بعد كده هو بيحول الإلكتريكال لحاجتين, بيحولها light energy, بيحولها thermal energy. يبقى هنا converts electrical energy into light, وهنا هيبقى thermal. Number three, the energy chain that produces due to inserting figure one inside figure two and turns it on. يعني ايه السؤال ده؟ يعني هو هنا بيقول لي لما بدخل figure one اللي هو الباتري جوه الفلاش لايت, ايه الانرجي تشين بتاعتنا؟ احنا قلنا كيميكال, بعد كده الكتريكال, وبعد كده الالكتريكال بتتحول لايه؟ لايت اند ثيرمال. يبقى تعالى كده مع بعض, هنا ستورد ان فيجر 1 اللي هي الكيميكال, كونفرتد انتو ميسنج ان ذا وايرز انسايد فيجر 2 اللي بيمشي في الوايرز في الاسلاك اللي هو الالكتريكال. يبقى هنا الكتريكال converted into missing and missing energies اللي هي light and تانية اللي هي thermal. فأنت عندك light وعندنا هنا thermal. السؤال بعد كده, write the scientific term. Number one, the energy produced from batteries. كلمة produced يعني اللي بتخرج, اللي هي ال outcome اللي بتخرج من الباتري, لسه قايلينها فوق اللي هي electrical. Electrical energy. Number two, بيقول لي the energy used to play drums. عشان نلعب الدرمز طبلة, اوكي, طلع لنا ساوند, انا بحرك ايدي او بحرك العصاية. يبقى هو هنا بيقول لي used اللي انا بستخدمها هتبقى الكايناتيك. Number three, بيقول لي the energy that is produced معناها بتخرج from the electric power stations and flows through wires. اللي بيمشي في الوايرز في الاسلاك اللي موجوده في الحيطه او موجوده في الشوارع دي الالكتريكال انرجي. يبقى الاجابه عندي هنا هتبقى الكتريكال انرجي. طيب look at the figures, عندنا شكلين هنا اللي هو مارس كيوريوسيتي والتاني توي كار, مارس روفر كيوريوسيتي والتوي كار. عندنا يقول لي نمبر 1, the movement of the two cars can be controlled from a distance by using remote control. يعني انا بقدر اتحكم في الشكلين او في التو vehicles اللي هم العربيتين او الشكلين او الجهازين اللي عندك دول remotely, يعني من بعيد عن طريق الريموت كنترول, فهتبقى true. Number two, بيقول لي car two اللي هي دي uses sunlight to move. التوي كار ما بتستخدمش الصن لايت, اما مارس روفر كيوريوسيتي هو اللي بيستخدمه. فانت عندك نمبر 2 هتبقى فولس. نمبر 3, the two cars can convert the chemical energy stored in the two batteries in the electrical energy. يعني التو كار, التوي كار والروفر بيحولوا الكيميكال انرجي اللي في الباتري لالكتريكال انرجي, فدي هتبقى ترو. Number four, بيقول لي we can use an electric cable recharge, يعني ممكن نستخدم كابل شاحن, ماشي, the battery that is placed in car one again if it runs out. يعني ايه؟ يعني ده الباتري اللي هنا خلصت, احنا ممكن نستخدم كابل, كابل عشان نشحنها. طب ده يا مستر موجود في مارس بعيد, هل ينفع القصة دي؟ فهتبقى false. طيب برضه من الاسئله المهمه, خلي بالك احنا لسه كل ده بنتكلم في كونسبت 3.1. هو انا بيقول لك in washing machine في الغساله the missing energy is converted into kinetic energy and sound energy. هو الانرجي اللي used او الانبوت اللي انا بدخلها في الwashing machine اللي هي الالكتريكال. يبقى الاجابه عندي letter B. Number 2, بيقول لي you feel warm, انت بتحس ب warm بدفى when you rub your hands, لما بتدلك ايدك مع بعضها او بتدعك ايدك في بعضها
Because missing energy is converted into thermal. احنا بنحرك ايدينا كده في الرابنج. يبقى هنا بنحرك اللي هي كيناتيك. Number three, inside a light bulb, electrical energy is converted into missing and emitting energies. Light bulb اللي هي اللمبة. اللمبة بتدخل لها electricity وبتطلع حاجتين. بتطلع light energy و thermal energy. يبقى انت عندك هنا light و thermal. Number four, بيقول لي when you turn on a light bulb, لما بنشغل لمبة. Electrical energy travels through. بيتحرك في ايه؟ الالكتريسيتي بتتحرك في وايرز، في اسلاك، والاسلاك دي بتبقى ميد اوف كوبر، بتبقى مصنوعه من النحاس، فهو هنا بيتحرك في الواير. طيب وات هابنز اف، ايه اللي بيحصل؟ وخلي بالك وات هابنز ما تخافش منه، انت خلاص الترم الاولاني عدى، الخوف بتاعنا من الساينس خلاص تقريبا خلص الحمد لله، فانت عبر عن السؤال او الاجابه بتاعتك باسلوبك. فهو انا بيقول لي ايه اللي يحصل اف يو بوت يور هاندز، ايديا حطيتها near يعني قريب من اللايت بلب، ساعتها انا احس بايه؟ انا احس بورم. بورم يعني دافي، ها، او دفء. يبقى هنا I feel warm يعني احس بالدفء. ليه يا مستر؟ لان في some electrical energy، جزء من الالكتريكال energy turns، اتحول into thermal energy. يبقى هقول له كده because part of electrical energy converts into thermal energy. بعد كده عندي correct the underlying word. Number one, Mars rover Curiosity is designed to explore Earth planet. هو من اسمه كده مارس، بتاع كوكب مارس اللي هو المريخ، فالأرث دي هتتشال ونكتب مكانها مارس. Number two, most of energy chain starts with the moon. هل معظم energy chain بتبدأ بالمون؟ لا طبعا، بتبدأ بالصن. يبقى هنا sun. Number three, there is a stored thermal energy inside food. جوه الفود، جوه الطعام، الأكل اللي حضرتك بتاكله، أو inside the batteries، بيبقى جواها chemical energy. يبقى أنت عندك هنا دي هتبقى chemical. خلي بالك عشان دي مهمة. Number four, the input energy in hair dryer is chemical energy. The input يعني ال energy اللي أنت بتستخدمها علشان تشغل إيه الهير دراير. الهير دراير بيشتغل إزاي؟ بيشتغل بالإلكتريستي. يبقى هنا دي هتبقى electrical. طيب give reason for the following. ونقول تاني حضرتك يعني give reason or what happened، اكتب الإجابة بأسلوبك. يقول لك thermal energy in a mobile phone is considered as a wasted energy. طيب ليه أنا بقول إن ال thermal دي تعتبر wasted energy؟ ال wasted energy هي عبارة عن ال energy اللي ما بتساعدش ال device، الجهاز، إن هو يعمل function بتاعته. يعني الموبايل انت بتستخدم الالكتريكال انرجي، بعد كده بتتحول للايت وساوند. لما بنمسك الموبايل كتير اوكي بيطلع ثيرمال، فهل الثيرمال دي انرجي انا بستخدمها؟ لا، دي بنقول عليها ويستد. ليه ويستد يا مستر طارق؟ علشان ما بتفيدش الموبايل في حاجه. الانرجي دي مش بتخلي الموبايل يعمل الفانكشن بتاعه. يبقى هقول له بيكوز ثيرمال انرجي doesn't help the mobile to do its function. السؤال اللي بعده، write the scientific term. Number one, the energy that is used to operate television. كلمة operate معناها نشغل، عشان التلفزيون يشتغل محتاج electricity. يبقى هنا electrical energy. Number two, energy can neither be created nor destroyed, but only converted from one form to another form. السؤال ده مهم جدا، خلي بالك، اللي هو law of conservation of energy، اللي هو قانون حفظ الطاقة، اللي بيقول لي ان الانرجي مش بتختفي او بتتكون من اول وجديد، بس بيحصل لها يا مستر change، بتتغير from one form to another form. يبقى هنا law
of conservation of energy. Number three kind of energy that is produced from electric heater and burning of coal. أي حاجة فيها burning, أي حاجة فيها حريقة, يبقى أنت عندك الأساسي thermal, وبعد كده ممكن إيه نقول light. فأنت عندك هنا بيسأل عن ال kind of energy, عايز energy واحدة بس الأساسية, فهنا هتكون thermal energy. Number four بيقول لي the energy produced from playing guitar. الجيتار الحاجة اللي احنا بنلعب عليها طبعا, لو انت بتلعب جيتار بعد ما بنضرب السترينجز الاوتار بتاعته بتسمع ساوند, فهو هنا بيسألك عن البروديوس يعني اللي بتخرج, فهنا هتبقى ساوند انرجي. بعد كده عندنا choose from column A what suits it in both column B and C, يعني هنختار A مع B مع C. kinetic energy, okay, ده اللي used, والتاني electrical, والتالتة solar. الكينيتيك انرجي انا هستخدمها علشان مين؟ انا هستخدمها علشان احرك البيل, يبقى انت عندك 1 هتبقى مع B, مع B لما بيتحرك بيطلع لي ساوند يبقى هنا C. نمبر 2 electrical energy, مين اللي بيشتغل بالالكتريكال انرجي؟ اللي هي الالكتريك ايرن اللي هي المكوك ايه الكهرباء, يبقى انت عندك 2 مع C. طيب C يا مستر لما يشتغل هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا thermal energy اللي هي A. solar energy مين اللي هيستخدمها؟ البلانتس علشان يعمل الفود بتاعه, ولما يعمل الفود بعد كده يتحول لي chemical energy, يبقى انت عندك السولر هتبقى مع A اللي هي tree, وبعد كده هتبقى مع B اللي هي الكيميكال. ده الجزء الاولاني في المراجعة بتاعتنا من concept 3.1. المراجعة الجزء الثاني اللي هو في عندنا درسين في concept 3.2 هنراجعهم مع بعض كده. طبعا الاسئلة اللي موجودة معانا دي موجودة في كتاب المعاصر, سواء كانت اللي موجودة ورا كل concept او اللي بتبقى موجودة في الاسسمنت بوك, فاحنا جمعنا لك الاثنين. السؤال الاولاني عندنا fuel is the matter that produces electrical energy on burning. اي حاجة بقول عليها fuel لازم اعمل لها burning وتطلع لي thermal مش electrical energy, فانت هنا electrical دي غلط فاحنا هنكتبها تبقى thermal. Number two, wood is a form of fossil fuel that can be used in houses. الwood اللي هو الخشب دي planted, حاجة بتتزرع يعني renewable يعني متجدد, فهو هنا مش fossil fuel. احنا قلنا الفيول عندنا منها نوعين, في fossil fuel وفي bio fuel, يبقى هنا ده بدل fossil fuel هتبقى bio fuel. Number three بيقول لي the amount of all types of biofuel can't be replaced as quick as it used. البيوفيول احنا ممكن نعمل replacement لان هو بيجي من البلانتس فده renewable متجدد ما ياخدش وقت كبير, انما الفوسل فيول بياخد million of years ملايين السنين عشان يتكون, فهو هنا بدل biofuel هتبقى number three عندنا تبقى fossil fuel. نمبر 4 الجاسس دي مش علينا او الجزء ده انت مش هتمتحن فيه ان شاء الله, في ممكن يبقى امتحان الشهر اللي بعده ولا برضو what happens ده هنا دي فيه. عندي بعد كده choose the correct answer. Coal is formed under the earth's surface from the remains of. الكول اللي هو الفحم, والفحم ده بيجي من البلانتس بعد البلانتس ما تموت, يبقى انت عندك هنا الاجابة بتاعتنا هتبقى dead plants. بيقول لي among the following resources we must conserve. conserve يعني لازم نحافظ على solar energy and coal. solar energy اللي هي الطاقة الشمسية دي مش بتاعتنا, دي حاجة موجودة فوق. solar energy and wind برضو مش بتاعتنا. wind energy and oil, okay, الwind كده كده مش ان الانسان مالوش تصرف فيها. oil and coal, الoil والcoal من الحاجات اللي لازم conserve نحافظ عليها عشان هي non-renewable, تبقى letter B D. number 3 عندنا
بيقول لي all the following are found deeply under the earth's surface except ما عدا يا ترى الناتشرال جاس ولا الكول ولا الاويل ولا الجرين بلانتس. يعني الناتشرال جاس بيبقى موجود في الارث سيرفيس من تحت، الكول نفس الكلام، الاويل نفس الكلام، فانت عندك هتبقى جرين بلانتس. نمبر 4 هي مش معانا بس ممكن نستشفها كده، بيقول لي all the following are used to generate electrical energy except كل الحاجات دي انا بستخدمها عشان اطلع الكتريستي ما عدا الاويل اللي هو الزيت، الناتشرال جاس اللي هو الغاز الطبيعي، الووتر ولا الجلاس. الجلاس الازاز ملوش لازمه خلاص، يبقى انت عندك هي الاجابه دي بس. عامه السؤال ده يعني كمعرفه مش اكتر. الجيف ريزن ده برضو مش معانا، مش من الجزء اللي داخل في الامتحان. هنا بيقول لك complete the following sentences. Number one, some forms of fuel can be used in cooking food. يعني بعض انواع الفيول بستخدمها عشان اعمل cooking، زي مين؟ الود، الخشب. في ايه تاني يا مستر؟ في عندنا الكول اللي هو الفحم، في عندنا الناتشرال جاس. دول الحاجتين اللي انا ممكن استخدمهم in cooking. يبقى هنا كول اللي هو الفحم والناتشرال جاس. نمبر 4 عندنا بيقول لي different forms of fuel، يعني الانواع المختلفة من الفيول can be classified into two main types، بنقسمهم لنوعين اساسيين. النوع الاولاني ايه والتاني ايه؟ الاولاني اسمه بايو فيول والتاني اسمه فوسيل فيول. يبقى هنا بالراحة كده هتبقى بايو فيول وهنا هيبقى فوسيل فيول. الجزء ده برضو مش داخل معانا. طيب السؤال اللي بعد كده او الكونسبت عندنا اللي هو موديل اكزام 2، السؤال الاولاني فيه ancient people used missing as a fuel before discovering gasoline، اللي هم الناس القديمه كانوا بيستخدموا ايه قبل ما يخترعوا او يكتشفوا البنزين؟ يا ترى الالكتريسيتي ولا الووتر ولا الويند ولا الود؟ اكيد كانوا بيستخدموا الود. يبقى انت عندك الاجابه هنا هتبقى letter D. Number 2 بيقول لي all the following are forms of fossil fuel except، يعني كلهم تبع الفوسيل فيول ما عدا water, coal, natural gas, oil. اكيد هتبقى الووتر. Number 3 مش معانا. Number 4 مهم جدا، بيقول لي we must missing fossil fuel at first to obtain energy، علشان ناخد انرجي من الفوسيل فيول انا محتاج ان انا اعمل ايه يا مستر؟ محتاج ان انا اعمل له بيرنينج، محتاج ان انا احرقه. يبقى هنا هتبقى letter D. الجيف ريزن ده مش معانا. بعد كده بيقول لي write the scientific term of each of the following. Number one, the main source of most forms of energy on the earth's surface. المين سورس، المصدر الرئيسي لمعظم الانرجيز اللي ربنا خلقها هي الصن. يبقى انت عندك هنا the sun. Number 2 بيقول لي it is a liquid form of fossil fuel that was formed from dead marine animals. اللي بيتكون من dead marine animals اللي هي الحيوانات البحرية كي الميتة، اللي هي الأويل اللي هو البترول أو زيت البترول عندنا. Number 3 عندنا بيقول لي the energy resources that includes wind energy, water and solar energy. احنا قلنا الانرجي بصفة عامة عندنا منها نوعين، renewable اللي هي المصادر المتجددة وال non-renewable. ال renewable resources المصادر المتجددة زي الwind زي الwater زي solar energy، فدي هتبقى number 3 عندنا renewable resources. سؤال كده what happens to، اللي ممكن يحصل the amount of fossil fuel if people don't conserve their usage، يعني كمية الفوسيل فيول هيحصل لها ايه لو الناس ما حافظتش عليه. اولا الفوسيل فيول ده non-renewable يعني غير متجدد، فبالتالي انا قعدت استخدم منه كتير الاماونت بتاعته هيحصل لها ايه؟ هتبدأ تقل لغاية لما disappear. يبقى هقول له كده نقول it's amount الكمية بتاعته will decrease then بعد كده هيحصل له يا مستر run out يعني هيخلص.
بعد كده ال true or false. number one, wind energy will run out faster than natural gas. هل الويند تخلص بسرعة عن الناتشورال جاس؟ أكيد لا. ها العكس، يبقى أنت عندك ده فولس. طيب number two, turning off lights that we don't need is a way to conserve electricity. عشان نحافظ على الإلكتريستي المفروض نطفي الأنوار عشان الكمية اللي أنا بستهلكها تقل، فأكيد دي هتبقى true. number three, we can make liquid biofuel from wood chips and grasses. okay دي هتبقى صح. number three دي او number four عندنا دي مش معانا، فاضل لنا جزء كده اللي هو اخر حاجة cross out the odd word oil, coal, charcoal, natural gas. الاويل اللي هو بترول ده non renewable، الكول non renewable، الناتشورال جاس non renewable وده بيكون renewable. او ممكن نقول ان الاويل والكول والناتشورال جاس دول تبع الفوسل فيول، اما الشاركول هو اللي ديفرنت عندي، هو اللي مختلف لان هو مستر تبع مين؟ تبع البايو فيول. وكده المراجعه بتاعتنا تكون خلصت الحمد لله. ماشي، ما تنساناش بقى في اللايك والسبسكرايب الجميل، واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.